اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. في الزمان قتيلان ومئات الجرحى، والتظاهرات تمتد الى الليل في بغداد والجنوب. في المدى قوة الأمن تواجه المحتجين في 10 محافظات بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع. في الخليج العربي رصاص حي يدمي احتجاجات عراقية على الفساد. في ناس قوات الأمن تشن حملة اعتقالات في 3 محافظات، حصيلة أولية ب54 متظاهراً. في البصائر تنديد حقوقي بسياسة الحكومة الإجرامية ضد المتظاهرين. في بغداد اليوم الخارجية الأمريكية تقول إنها تتابع التظاهرات في العراق وخسارة الأرواح مقلقة. وفي موقع ميدل إيست أونلاين الخناق يضيق سياسيا وشعبيا، عبد المهدي يحاول تهدئة الحراك الاحتجاجي. مما اخترنا لكم من عناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال وفي مستهله: فض التظاهرات بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومطاردة المتظاهرين في الشوارع أسلوب يفتقر إلى أدنى أساس أخلاقي أو سياسي. فالتظاهر والاحتجاج حق تكفله القوانين ومواثيق حقوق الإنسان. علي حسين يقول في صحيفة المدى: إنه يجب عدم النظر إلى المتظاهرين على أنهم أعداء للدولة والمجتمع، بل هم مواطنون لديهم مطالب ويملأهم غضب واحتجاج على إجراءات بعينها، فيعبرون عنهما بالتظاهر والاحتجاج. الأبشع من خيار فض التظاهر بالرصاص الحي أن تصمت الأحزاب والقوى السياسية التي تصدرت الانتخابات في الأعوام الماضية، بل إن التظاهرات وجهت رسالة إلى جهات كانت تحتكر ساحة التحرير لتقول لها إن هناك شباباً لم تتعرفوا عليهم جيداً. والأقسى أن يصمت البرلمان وتضع القوى السياسية رأسها في الرمال. كان العراقيون يأملون أن يتولى المسؤولية ساسه يعبرون بالبلاد من عصور القمع والفساد إلى عصر الحريات والرفاهية، فوجدوا أمامهم مسؤولين يخافون أصوات المحتجين والمتظاهرين فيقررون استباحة دمائهم في وضح النهار لكي نحقق شعار الجيش والشرطة في خدمة الشعب وليس لمكافحة الشعب. علينا أن نؤمن بأن مهمة القوات الأمنية هي مطاردة الفاسدين والقتلة والسعي إلى حماية أمن الناس، وليس مطاردة المتظاهرين ومحاصرة وسائل الإعلام، وأن واجبها الحقيقي هو حماية الناس لا الدفاع عن المسؤولين. الوطن في خطر، وليغضب كل الساسة الذين يزوقون خطبهم بعبارات الاطمئنان، فأغلب الناس غاضبة برغم أن الغضب قليل أمام ما يحدث. الناس تريد مسؤولين يلتفتون إلى ما يحدث داخل البلاد ليتأكدوا من أن المشاكل اتسعت ولا يمكن رتقها بقوات لا ترى في المحتجين إلا كفرة يجب استئصالهم. الكاتب يرى أن القوات الأمنية لا تريد أن تؤمن بأن جميع العراقيين مواطنون من الدرجة الأولى يتمتعون بكامل الحقوق، لذلك فنحن نحتاج إلى قوات أمنية لا قوات تتفنن في قتل المواطن الأعزل. إلى مقال آخر وفيه قال موقع ميدل إيست أونلاين في تقرير له إن الخناق الشعبي والسياسي بدأ يضيق على رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الاحتجاجات التي شهدها العراق يوم الأربعاء. وتوقع تقرير أن يتأجج الحراك الاحتجاجي أكثر بعد مقتل متظاهر وإصابة العشرات بنيران قوات الأمن التي فرقت الاحتجاجات باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، وهو الأمر الذي سيوافق أو سيفاقم من متاعب عبد المهدي.
هذه التظاهرة تعتبر أول التحركات المطلبية التي تواجهها الحكومة الحالية التي تتم عامها الأول في السلطة في نهاية تشرين الأول الحالي، وتشكل الاحتجاجات جرعة ضغط إضافية على عبد المهدي الذي يواجه بعد 11 شهرا من توليه منصبه ضغوطا سياسية يقودها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي الطامح للعودة للسلطة والرئيس العراقي برهم صالح، إضافة إلى محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم. ويسعى هؤلاء إلى دفع عادل عبد المهدي لتغيير الحكومة، وقد يذهب تحركهم إلى أبعد من ذلك بسحب الثقة من الحكومة وعزل رئيس الوزراء الحالي. ومن المتوقع أن يؤجج الحراك الشعبي الضغوط على عبد المهدي، كما يتوقع أن يستغل الحراك السياسي الذي يدفع إلى عزل رئيس الوزراء الاحتجاجات لتضييق الخناق عليه. ويشير التقرير إلى أن المتظاهرين الذين يرون أن الحكومة الحالية فشلت في تحسين مستوى معيشة المواطنين وفي تنفيذ برامجها يطالبون بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وعدم التستر على التجاوزات التي تحرمهم من أبسط حقوقهم. ويلفت التقرير إلى أنه منذ سقوط نظام صدام في العام 2003 اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي 4 أضعاف ميزانية الدولة وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق. ويختتم موقع ميدل إيست أونلاين بالقول إن عبد المهدي يحاول تهدئة الحراك الاحتجاجي بحزمة وعود، حيث أصدر مجلس الوزراء بياناً يعد فيه بوظائف للخريجين، فيما وجه وزارة النفط وهيئات حكومية أخرى للبدء في تطبيق حصة تشغيل 50% من العمالة من المحليين في عقودها مع الشركات الأجنبية. جاء في مقال آخر: لماذا لم تسقط التظاهرات في العراق نظام الحكم؟ أو لماذا لا تعمل على إصلاحه كما فعلت تظاهرات السودانيين وقبلهم حراك التونسيين؟ تطرح هذه التساؤلات كثيراً في نقاشات العراقيين وسجالاتهم بشأن جدوى التظاهرات وعما حققته، وهي تقارن بين مثيلاتها في بعض بلدان الربيع العربي. إياد العنبر يرى في موقع الحرة إن القول بعجز العراقيين عن تغيير النظام سيكون رأياً مجحفاً وخاطئاً، كونه لا يأخذ بالحسبان الفرق في طبيعة الأنظمة السياسية في هذه البلدان. في دولة هشة وفي نظام سياسي عاجز عن الاستجابة لمطالب مواطنيه في توفير الخدمات الأساسية، ومع بلوغ أزمات العمل السياسي حداً صارت تشابه المرض المزمن العصي على العلاج، قد يبدو التساؤل عن أسباب خفوت حركات الاحتجاج أمراً لافتاً ومنطقياً، لاسيما أن التردي في الواقع الخدمي لا يزال على حاله. وهنا يمكن تقديم مقاربتين كمحاولة لتفسير الموضوع. الأولى ترتبط بمواقف التيار الصدري، فهو ساهم بفاعلية في تشكيل حكومة عبد المهدي، وبحسب ما يردد مقتدى الصدر فإنه سينتظر مرور عام من عمر الحكومة حتى يتم تقييمها، ولذلك لا نجد توجها نحو التظاهرات. أما المقاربة الثانية هي أن المجتمع المدني والنخب لا يزالان يعانيان من حالة الضعف في تحريك الشارع نحو الاحتجاج والتظاهر، على الرغم من قدرته على تحريك الرأي العام وتحشيده في قضايا تتعلق بالحقوق والحريات. وبنظرة إجمالية للسنوات الأربع الماضية نجد أن التظاهرات كانت تثير القلق لدى الطبقة السياسية الحاكمة، لكن قدرة هذه الطبقة على المراوغة كانت تحسم النتيجة النهائية لصالحها وتجعل التظاهرات من دون جدوى، ومن ثم باتت الاحتجاجات تفقد معناها والغاية الرئيسة منها. الكاتب يرى أن ما أسست له حركات الاحتجاج لا يمكن تجاوزه بسهولة، فكسر حاجز الصمت والتحول في الثقافة السياسية من الانعزالية والانفعالية إلى الثقافة التفاعلية يمكن المراهنة عليه مستقبلاً في تصحيح الكثير من المسارات التي تخفق الانتخابات في تحقيقها. فالتظاهرات الآن في العراق لم تعد تجمعات في الساحات العامة، بل أخذت تعبر عن مطالب قطاعات شبابية
تحمل شهادات جامعية ولا تجد لها فرصاً للعمل. خرج رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي ليقول إن إسرائيل هي من قصف مقرات الحشد الشعبي، وذلك بعد أسابيع من التخبط في توصيف الهجمات وتحميل مسؤوليتها لجهات أخرى لا قبل لها بهذا النوع من الأفعال كمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن تصريح حكومة بغداد الذي جاء متأخراً يكشف مدى اضطراب المواقف وغشاوة الرؤى السياسية التي تحيط بالمنظومة الحاكمة في البلاد. لعل أدنى درجة يمكنها تأكيد ذلك أن الكيان المحتل نفسه ومنذ الساعات الأولى التي تلت الهجمات عبر بأكثر من طريقة أنه هاجم تلك المواقع، سواء بأسلوب مباشر وتصريحات صحفيين ومسؤولين دالة بوضوح على ذلك، أو بأخرى ذات دلائل أعمق من مجرد غارات عابرة طالت أهدافاً محددة. وفي خضم ذلك تتجدد التظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومحافظات عراقية أخرى لمناهضة السياسات الحكومية والتعبير عن السخط الشعبي والجماهيري على ما يجري في البلاد من أزمات على كافة الأصعدة حولت العراقيين إلى فقراء ومعدمين وتائهين نحو مستقبل مجهول، حتى وصل الحال إلى أن تغدو صورة نخب البلاد من حملة الشهادات العليا وغيرهم من المهندسين والأطباء والمثقفين مبتذلة ورخيصة في أنظار الحكومة التي أطلقت العنان لقواتها في كبتهم وممارسات التنكيل بهم بأشكال وصور متعددة. ورغم أن الشعارات رفعت في تظاهرات بغداد الأخيرة تعد نقلة جيدة في الثقافة الجماهيرية، حينما تنادى بعض الناشطين إلى ترديد الشعب يريد إسقاط النظام، إلا أن الطابع العام للتظاهرات العراقية في ثوبها الجديد ما يزال بعيداً عن المظهر الواجب أن يكون عليه، إذ إن مجرد المطالبة بوظائف واستحقاقات مادية لا يمكنه تغيير الكثير من واقع الحال. الكاتب يرى أن تجدد المظاهرات في العراق ظاهرة صحية، لكنها ما تزال في طور مبتدئ ومتواضع، فهي تحتاج إلى كثير من العمل وكثير جدا من الدعم، لأنها على شكلتها الحالية لن تفك ارتباط المشهد من توصيفات الأزمة، ولن تساهم في الانقضاض على أصل المشكلة المتمثل ببقاء العملية السياسية التي يريد مؤسسو قواعدها أن يجعل منها مشروعا ناجحا، حتى وإن خالف سلوكها أو إن خالف سلوكها بدهيات العقل والمنطق السويين. كشفت صحيفة إندبندنت عربية أن الإدارة الأمريكية رفضت طلباً عراقياً تكرر 3 مرات يتعلق بإمكان استقبال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البيت الأبيض للقاء الرئيس دونالد ترامب. ونقلت الصحيفة عن مصادر واسعة الاطلاع أن ترامب غاضب من عبد المهدي بسبب تصريحاته الأخيرة التي حمل فيها إسرائيل مسؤولية الهجمات على معسكرات الحشد الشعبي. المصادر أكدت أن الإدارة الأمريكية غاضبة مما يبدو أنه وقوف عبد المهدي في الصف الإيراني خلال الصراع المحتدم في المنطقة مع الولايات المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما ظهر الرئيس العراقي برهم صالح في البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى جانب ترامب في لقاء عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الصين لتوقيع اتفاقات اقتصادية قد تضر بمصالح الشركات الأمريكية في العراق. تراجع عبد المهدي عن موقفه المعلن الذي يستبعد تورط إسرائيل في استهداف مقرات الحشد الشعبي خلال الشهرين الماضيين. هذا فتح الباب أمام عاصفة من الجدل قد تقود إلى صوغ مواقف جديدة في إطار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ويعتقد مراقبون أن رئيس الوزراء العراقي يترجم حالة التراجع الكبير في علاقاته بالولايات المتحدة عبر توجيه الاتهام نحو حليفتها إسرائيل.
تترجم هذه التطورات ما بات يجري الحديث عنه كثيراً في الكواليس منذ أيام من أن عبد المهدي لم يعد أمامه ما يفعله ليبقى في منصبه سوى الرضوخ للرغبة الإيرانية والانخراط في معسكرها بعد مرحلة من الحياد المشوب بالقلق جراء التوقعات بأن تتحول الأراضي العراقية إلى ساحة لمواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران. الصحيفة تختتم تقريرها بالقول إن رئيس الوزراء العراقي عبر توجيه الاتهامات إلى إسرائيل يعمق القطيعة مع الولايات المتحدة ما قد يرتد على حسابات واشنطن التي تسعى إلى استيعاب الضغوط الإيرانية في بغداد تجنبا لكسر استقرارها السياسي الهش. إلى مقال جديد الآن. منذ احتلال العراق في 2003 وإيران تنفذ استراتيجية شاملة في داخله، وإذا كانت خطط إيران للسيطرة على العملية السياسية ومنع قيام نظام سياسي وطني بديل قد نالت بحثا وفهما ومتابعة متواصلة، فيبدو أن الجانب الأمني أو العسكري ما يزال بحاجة إلى بعض من كل ذلك، خاصة والاستراتيجية العسكرية الإيرانية في العراق بشكل عام تدخل الآن مرحلة الوضوح والتبلور بما سيحدث نقلة كبرى سيكون لها تداعيات بالغة الأثر على العراق والإقليم. هذا ما أشار إليه طلعة رماح بمقاله المنشور في موقع الهيئة نت. إيران تعمل الآن لسيطرة قواتها الميليشياوية على مصادر القوة في العراق وعلى قرارها السياسي، وتسعى للانتقال بتأثير تلك القوة الميليشياوية إلى الإقليم هجومياً لتحقق لإيران القوة والقدرة على مهاجمة دول أخرى. تنتقل الاستراتيجية الإيرانية إلى الهجوم في خارج العراق انطلاقاً من العراق وبقوة مشكلة على أرضه، بما يدخل العراق في أتون حرب تجري لمصلحة إيران. لقد ركزت إيران جهودها خلال الفترة الأولى للاحتلال على اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية في هياكل الحكم التي كان يجري تشكيلها وفق آليات وخطط العملية المبرمجة للاحتلال بعد هدم كل مؤسسات الدولة العراقية. ركزت إيران في تلك الفترة على أن يكون لها قدر عال من الوجود والتأثير في قيادة وإدارة تلك الهياكل، وسهل مهمتها أن الهياكل العسكرية والأمنية الجديدة تشكلت في غالبيتها من ميليشياتها القديمة كبدر وغيرها، وهي استثمرت واقع احتياج الولايات المتحدة للمساعدة بعد اندلاع المقاومة الوطنية العراقية. وفي مرحلة تالية تحولت إيران نحو بناء ميليشياتها الخاصة، وهو ما جرى بسرعة وفي علانية بعد السيطرة على الموصل، وفي ذلك بدا واضحاً كيف نسجت إيران خيوط استراتيجيتها ضمن إطار التعاون مع الاحتلال الأمريكي من جهة، ولحساب دورها واستراتيجيتها هي من جهة أخرى. الكاتب يرى أن تلك الاستراتيجية الإيرانية دخلت مرحلة حادة أو حاسمة، إذ تقوم إيران بجعل ميليشياتها العسكرية والأمنية هي الأعلى قدرة وسطوة والأكثر سيطرة حتى على الجيش الحكومي وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، وهو ما يجري بهدف الانتقال من مرحلة الحرب على العراق تدميراً وتغييراً لبناه المجتمعية والسياسية والعسكرية إلى جعل العراق نقطة انطلاق في حرب إيران القادمة ضد الدول العربية الخليجية تحديداً. والختام بهذا المقال المنشور في صحيفة الاتحاد الإماراتية، حيث كتب رشيد الخيون عن مبالغة الأحزاب والجماعات الدينية بالعراق بعد 2003 بإطلاق رموزها عناوين للمؤسسات التعليمية والمستشفيات والشوارع كمظاهر للأسلمة التي لا تخفي الفساد ولا الجهل، على حساب العناوين التي تجمع ولا تفرق، حتى كاد يكون تجاوزاً على أسماء حضارية لم يبقى للعراقيين غير المفاخرة بها بعد الإفلاس من الحاضر.
إنها تسميات غير حيادية. صحيح أن الانقلابات أول ما تكرس وجودها بالعناوين بما يدل على عقيدة الانقلابيين، لكن ما حصل في 2003 ليس انقلاباً ولا ثورة، إنما وضع أسفر عن اجتياح أجنبي ليس فيه فضل لثائر أو انقلابي كي يصبح صاحب الحق بفرض عناوينه على الدولة والمجتمع. تجد زج الأسماء والعناوين الدينية في تفاصيل الحياة اليومية، حتى لغة المخاطبة في الدوائر نوع من الاستئثار وتكريس الموجة الدينية الهابطة. إلا أن أكثر رمزية تظهر في مجسم سيف ذي الفقار، وقد قدم كهدايا لشخصيات ووفود قدمه أمين عام حزب الدعوة إبراهيم الجعفري لوزير الدفاع الأمريكي تكريما لجهوده في احتلال العراق بعد أن كان الحزب المذكور يجاهر بالعداء للأمريكان. أقيم للسيف نصب ضخم في ساحة ثورة 20 بالنجف، وقدم فنانون نقدا للنصب المذكور فقد وجدوه فنا مشوها. صرف عليه مبلغ كبير من المال، بل انتقد أن يكون للسيف نصب كرمز للقوة. هيمن التدين الشعبي المبالغ بتدينه كبيئة داعمة للأحزاب الدينية في خراب العراق، فما يحصل في عاشوراء أصبح خارج المعقول مع تزايد الأضرحة والمزارات، حتى صارت دكاكين ارتزاق على حساب الثقافة. الكاتب يقول إنه بعد أن كثر التهادي بسيف ذي الفقار وما أقيم من نصب تذكاري بالنجف والكوفة أيضا، لابد من التصحيح للخيال المشوه، وكأن العراق لم ينقصه مثل هذا الخراب الطائفي والفني أيضا. الآن إلى الكاريكاتير. وصلنا إلى ختام صدى الأقلام لهذا اليوم. دمتم بخير وإلى اللقاء.